وتسأل في هذا النقاش شيخ صالح عن كلام تسمعه من الناس، هل هو حديث أو لا؟ من أضحك مصل فقد أبكان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وبعد، فلا أصل لهذا الحديث فيما أعلم، ولكن لا يجوز التشويش على المصلي لأنه في عبادة، فلا يجوز التشويش عليه من الكلام ورفع الصوت عنده، حتى بالقراءة، قراءة القرآن لا يجوز لأحد من يرفع صوته عند من يصلي لأنه يشوش عليه. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتهجدون ويرفعون أصواتهم بالقراءة، فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم يناجي ربه فلا يجهر بعضكم على بعض. وكذلك المرور من بين يديه وهو محرم شديد التحريم، المرور بينه وبين سترته أي المرور قريبا منه إذا لم يكن له سترة، كل هذه من الأمور التي تشوش على المصلي صلاته. نعم.